السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طلابنا الأعزاء، اليوم رح نشرح قاعدة الـ Reported Speech. زي ما بتعرف الـ Reported Speech سؤال بيجي كل سنة في صفحة الوزارة القواعد. أول شي لازم تعرفوا إنه الكلام المباشر هو كلام المتكلم الأصلي والذي عادة ما يكون بين علامتي اقتباس، مثل You must finish your homework. هذا بسموه كلام مباشر لأنه إجا داخل علامات اقتباس. المطلوب منا تحويل الكلام المباشر إلى كلام غير مباشر، وذلك عن طريق إجراء تغييرات في الجملة على 1. زمن الفعل. طبعا في الوزارة استحالة يعطينا جملة بدون ما تكون زمنها بده تغيير، ما عدا بحالات معينة هسه بوضحها. طبعا طلابي بدكم تفهموا إنه كل فعل تصريف أول أو تصريف أول مضاف إليه S or ES منحوله إلى تصريف ثاني، هاي ثوابت. وكل فعل تصريف ثاني إجباري، يجب وضع had وتحويله إلى تصريف ثالث، مثل لو أعطاني الفعل speak or speaks إجباري لازم أحوله لسبوك، لو أعطاني الفعل سبوك إجباري لازم أحوله لهاد سبوكن، لو أعطاني eat or eats إجباري لازم أحوله لأيت، لو أعطاني ايت إجباري لازم أحوله لهاد ايتن. هاي ثوابت. كل أول أو أول بأس or ES بنحوله لثاني، وكل ثاني بنحوله لهاد وتصريف ثالث، ثوابت هاي. فمثلا لو أعطاني هشام took the bike he said that هشام، لاحظوا عندي took في الجملة، took عبارة عن تصريف ثاني، فإجباري هشام had taken the bike. لو مثلا أعطاني علي works at a restaurant he told me that علي worked at a restaurant. مثال ثالث، فادي studies hard. She said that فادي studied hard. المسألة إني أحفظ إنه كل أول بصير ثاني وكل ثاني بصير هاد وثالث، زي took صارت had taken، زي works صارت worked، زي studies صارت studied. That's it. طبعا الأفعال المساعدة تتغير ضمن نفس المنطق، يعني كل أول ثاني وكل ثاني هاد وثالث. مثلا لو أعطاني am or is بحولهم لواز، لو أعطاني are بتصير يا was يا where، لو أعطاني was و where مهم ثاني بصيروا هاد بن، لو أعطاني has or have بصيروا هاد، لو أعطاني can بصير could، will بصير would، must بتصير had to، shall بتصير should أو would، وبالنسبة إلي الأفضل would. لو أعطاني may بتصير might،
لو أعطاني don't or doesn't بتصير إجباري didn't. ف زي ما لاحظتوا الأم والإز أول فصاروا was ثاني، وزي ما لاحظتوا الآر أول بتصير was أو where ثاني، وزي ما لاحظتوا الواز والوير ثاني بصيروا هاد بن لأنه هادو ثالث، وهاز وهاف أول بصيروا هاد، كان أول صارت كود وهكذا. طبعا في ملاحظة صغيرة ومهمة، لا يجوز تغيير الفعل المرتبط بالأفعال السابقة، بمعنى لو قال لي is reading بحولها ل was reading. لاحظوا is صارت was بس reading ما قربت عليها. لو قال لي can go إجباري بتصير could go. must eat إجباري بتصير had to eat. will finish إجباري بتصير would finish. وهكذا. يعني لو إجا كتب لي مثلا علي is writing a letter. She said that علي بنزله الـ is was writing ما إلي فيها و a letter بتنزل. لو إجا كتب لي مثلا سامي was sick. She said that سامي بينزل، اتفقنا الـ was بتصير had been sick. لو إجا كتب لي مثلا هشام has finished his walk وإجا قال لي he said that، أحكي له هشام had finished his walk. هاي بالنسبة للأفعال المساعدة الأولى. إذن اتفقنا إنه كل مضارع بصير ماضي وكل ماضي بصير هاد وثالث. في عنا مجموعة ثانية من الأفعال اللي هم الكود والود والشد والمايت والمصنت. هذه الأفعال لا تغيير عليها، يعني اللي حافظ انه مصنت didn't have to يغير وجهة نظره لانه بالمنطق وبالمعنى ما بيزبطه. فمثلا حكالي you او علي could finish early واجا قال لي she said that، بحكي له علي could finish early. لو كتب لي they mustn't smoke he said that they mustn't smoke. فهون لاحظوا المجموعة هاي ما غيرنا عليها. في عنا أفعال مثل هاد غير متبوعة بثالث منحولها لهاد هاد، لأن هاد متبوعة بثالث بالمقابل بتظلها هاد وثالث. وفي عنا didn't زائد base بتصير hadn't زائد تصريف ثالث. إذا كل مجموعة من المجموعات لاحظتوا وضحنا كيف طريقة عملها. فمثلا لو قال لي she had money إجا كتب لي she said that أحكي له she had had money. لاحظوا هون had غير متبوعة بثالث، بالتالي ما بعمل غير اني بحولها لهاد هاد. لكن لو اجا كتب لي she had found the key he said that
She had found the key. لاحظوا هون ما غيرتش إشي، لأنه هادو ثالث بتضلها هادو ثالث. لو إجا كتب لي علي didn't use the machine، وإجا كتب لي he said that، علي بدل didn't مكتوب لنا hadn't، وال use بتصير used، وأكيد the machine بتنزل. فهي المسألة إني ألتزم بخطوات الحل، ألتزم بخطوات الحل، كل مضارع ماضي وكل ماضي هاد وتصريف ثالث كله مشي على نفس المبدأ. التغيير الثاني اللي بيصير على الجملة اللي هو تغيير الظروف المكانية والزمانية. فأنتوا زي ما بتعرفوا إنه this دايما بنحولها ل that، with these ل those، وال her ل there، وال now حتى right now بصيروا then، وال today بصيروا that day، وال tonight بتصير that night، وال tomorrow بتصير the following day أو the next day أو the day after. طبعا لأنه رح يجي دوائر ما بعرف مين من هدول الثلاث رح يجيب لك. وال yesterday بتصير the day before أو the previous day، وال ago أكيد بتصير before، وال at the moment at that moment. وال last زائد زمن بتصير the previous والزمن أو the زمن before. مثلا last week بتصير يا the previous week زي ما انتو شايفين فوق، يا the week before. last month بتصير يا the previous month يا the month before. وإذا أعطاني next وزمن بعطيه the زمن after أو the following زائد الزمن. يعني مثلا لو كتب لي next week بحكي له the week after أو the following week. لو أعطاني next year بعطيه the year after أو the following year. مثلا لو إجا قال لي مثلا سامي is here now وإجا كتب لي he said that، سامي بينزل، ال is was وال here there وال now then. فلاحظوا كل شي بده تغيير غيرته، سامي ما بده تغيير نزلته، الإز اتفقنا قبل شوي إنها بتصير واز، والهير اتفقنا قبل شوي إنها بتصير ذير، والناو اتفقنا قبل شوي إنها بتصير ذن. لو إجيت قلت لكو علي ايد دينار early yesterday، إجا كتب لي she said that، علي ايه ثاني، واتفقنا من بداية الحديث انه كل ثاني بصير هاد وثالث، كل ثاني بصير هاد وثالث. هنا early yesterday اتفقنا انها بتصير the day before. لو اجا كتب لي مثلا سمير finished او finished his walk yesterday، he said that، احكي له سمير had finished، كل ثاني اجباري هاد وثالث، his work the day before. وهيك بكون عنا تحويلات الافعال وتحويلات الظروف جاهزة. طبعا البند الثالث اللي هو تحويلات الضمائر،
بالنسبة لتحويلات الضمائر راح أشرحها في الجزء الثاني من الفيديو، لأنه سياسة إنه الفيديو ما يتعدى 15 20 دقيقة. أي سؤال، أي استفسار، أنا جاهز. يا بتراسلوني على التعليقات، يا بتراسلوني على صفحاتي اللي على الإنستغرام أو على الفيسبوك. يعطيكم ألف عافية.